ياك ما انت اللي وقع لك المشكل هذا المره اللي فاتت. هو القضيه محليه القضيه. لا لا اسمح لي الكورور منين توقع له دو فوا توقع له محليين وتوقع له مستوى وطني وضم كره مساله هنايا عندنا. لا هنا هنا ولكن اسمح لي واحد الحادث خلي دابا خلي يسالي معاه شويه. كي عمر بيك الدراجه اللي نسافروا به هو اولا ان الدراجه على مستوى وطني رجعت لنا الجهه الشرقيه والعصبه كما يقولوا العصبه بدات تتحرك من قبل تزيد استمرت التحركات ديالها ولكن انت معنا ب مرات ربما مشكل تحقيقي بالنسبه لكم انتم كنادي ام هي ظروف تقتل هذه واش غادي نقول لك ظروف يعني هذا انا كيبقى يلعب لاسونس يعني الا بغينا نعرفوا المشكل اللي وقع لك في السباق اللي طارت من ركاده السباق اللي طارت من ركاده درت لي شابي في كرومي ديال ديبار مشيت بقيت تابع المطار دخلنا للسعيدية خرجنا للسعيدية المطار غلط ما عطاولوش ما عطاولوش باركور يعني على من يدوز دار على واحد الجهة أخرى تبعته أنايا مشيت يعني وقع غلط من غلط في السيركوي وقع غلط ما ميتينيرال ما كانش عندك انتم في البداية واش تدخلوا في ميتينيرال كان عندنا ولاد المنطقة الشرقية المفروض انك تعرفوا جميع المناطق يعني واش ميتينيرال ما كانش عندكم سيفري ولكن انا يعني راك عارف الكورور كيكون فوق البيسكليت غير الطريق راه بالنسبة للسباق اليوم السباق الحمد لله السباق كان مليح كان احمد القرع كل مرة كنسولوا عليه مشاكل وقعت لي يعني كروفيت جوج مرات كروفيت في ديبار درت لي شابيك مشيت مع الوالا كروفيت وليت عطاو جابوا لي رويضه ورومونتيت ودخلت وليت بقيت مشيت عاوتاني وليت كروفيت ولاو جاوا لي رويضه وكملت والناس اللي لحقوا كانوا معاك كانوا معايا واحد الناس يعني خارجين زعما يعني ماشي معايا في الفرقه يعني ساعدوني زعما الصراحه تقال وصحاب الفرقه فين راهم؟ المشاكل اللي وقعت لك ورغم ذلك وليت ورومونتيت وليت عادي الجلولي عادي الجلولي كيفاش تحس صحاب الفرقه قولوا فين راهم؟ الامكانيات ديالك والامكانيات امكانيات حتى واحد يعني ما زاد كما قال لك معلم يعني شويه بشويه الانسان هذا يوصل يجيب واحد ان شاء الله ونشوفوا موسى موسى غني عن التعريف ما غاديش نبداو انا نعرفوا بك في التجربه ديالك التجربه كبيره كيف كان التركيب ديالك